هل الأهرامات ذكرت في القرآن الكريم؟ حقابل الدكتور عبد الدائم كحيل، متخصص في الإعجاز العلمي، عشان أتعلم منه أكثر عن الأهرامات. حقيقة أخي مصطفى، هذه الأبنية العملاقة شغلت بال الكثيرين. لم يجدوا تفسيراً كيف يمكن لبشر أن يرفعوا حجارة. أنت تعلم حجارة الأهرامات يزن كل حجر بحدود 3,000 أو 4,000 كيلوغرام. كيف يمكن لبشر أن يحملوا هذه الحجارة الكبيرة الثقيلة ويصعدوا بها لارتفاعات عالية؟ الهرم الأكبر ارتفاعه بحدود 146 متر. معلش دك، إيش هو المتعارف عليه إنه طريقة البناء اللي هي أكثر الناس متفقين عليها؟ يعني الفكرة الشائعة أنهم جاءوا بالصخور وقاموا بقطعها بأزاميل نحاسية. حلو. ورفعوها بواسطة الحبال وألواح خشبية ورفعوها، يعني هذه النظرية السائدة حتى الآن. وهل هي منطقية؟ لا، غير منطقية، لأنك لا يمكن أن تقطع مثلاً 2 مليون حجر بأساليب بدائية أزاميل وتسوي سطوحها بدقة هائلة والزوايا قائمة وغير ذلك، لا يمكن. وإذا أمكن ذلك، أين هذه الملايين من الأزاميل النحاسية التي استخدمت في قطع هذه الحجارة؟ أخذ أحد الباحثين الفرنسيين عينة من حجارة الأهرامات وذهب بها إلى مخابر في فرنسا، وأثبت أن هذه الحجارة، أو على الأقل أجزاء كبيرة من الهرم، صنعت من التراب الممزوج بالماء المحمى بالحرارة مع بعض المواد الكيميائية والأملاح. الحقيقة هذا البحث لفت انتباه بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقاموا بإعادة البحث، وبالفعل ثبت لديهم بواسطة المجهر الإلكتروني أن الفراعنة أو المصريين القدماء كانوا يأخذون الحجر الكلسي أو التراب الكلسي الموجود بغزارة، يمزجونه مع ماء النيل وبعض الأنهار التي كانت موجودة في ذلك الوقت بالقرب من الأهرامات، وبهذه الطريقة حصلوا على ما يشبه يعني الخرسانة أو الإسمنت المسلح. دحين في القرآن الكريم، هل ذكرت الأهرامات في القرآن؟ الحقيقة الإنسان فعلا يستغرب أن هذا الاكتشاف الذي أخفاه الفراعنة لآلاف السنين وكشفه علماء أوروبا وفرنسا وأمريكا اليوم في القرن العشرين، أواخر القرن العشرين والحادي والعشرين، كشفه لنا القرآن قبل 14 قرنا في قوله تبارك وتعالى على لسان فرعون عندما قال: يا هامان أوقد لي على الطين، أوقد لي على الطين، أي استخدم الوقود الحرارة والطين فاجعل لي صرحا. الصرح باللغة العربية هو كل بناء مرتفع. صح. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صح، المقصود به الأهرامات يعني؟ لا، كل بناء مرتفع. وهو في ذاك الوقت كان الأهرامات؟ الأهرامات موجودة كانت، ولكن نحن لا نقول إن فرعون، هذا فرعون موسى، هو الذي بنى أو لم يبنى. المهم الإعجاز أن الآية القرآنية تكشف لنا سر الأبنية العملاقة بشكل عام في ذلك الزمن بطريقة رائعة. حقابل الدكتور عبد الدائم كحيل في القاهرة، مختص في الإعجاز العلمي، أكيد حيقدر يكشف لي لغز ملوك الأرض القدامى. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فلذلك أخي الحبيب، هذه الأمم سادت وسيطرت على الأرض لملايين السنين، وربما يكون من أهم الأمم التي حكمت الأرض الديناصورات. يعني مو بشر؟ لا لا. وقد اختفت لنسميها حضارة هذه الأمم قبل ما يقارب 60 أو 65 مليون عام، بعد أن سيطرت وسفكت الدماء ومارست كل أنواع الظلم والبغي. لذلك الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يستخلف سيدنا آدم عليه السلام قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. مباشرة خطر ببال الملائكة تلك الدماء التي سالت، فقالوا على الفور: أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله. ولذلك ينبغي علينا نحن البشر أن الله تعالى استخلفنا على هذه الأرض، ينبغي أن نأخذ عبرة من هذه الكائنات أو هذه الحضارات أو هذه الأمم التي سبقتنا، أنك أيها الإنسان مهما بلغت من القوة لا بد أن يأتي يوم وتزول فيه كما زالت هذه الأمم، وتقف بين يدي الخالق تبارك وتعالى. سبحان الله. حقيقة هناك قصص كثيرة شغلت بال البشر، وربما من أهم هذه القصص قصة خلق الإنسان. أين خلق سيدنا آدم عليه السلام، أمنا حواء؟ هذه الأمور شغلت بال الإنسان منذ القديم، واختلف فيها الرواة. فمنهم من قال إن سيدنا آدم خلق في السماء في جنة الخلد، وهذا المتعارف عليه. المتعارف عليه نعم. ومنهم من قال، روايات تقول أن آدم عليه السلام خلق في جنة على الأرض، وعلّلوا ذلك بأن جنة الخلد في السماء ليس فيها موت. عندما جاء إبليس وأغرى سيدنا آدم ماذا قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ المهم اختلفت الروايات حول موضوع سيدنا آدم وخلقه. من الباحثين والمفكرين من قال إن آدم عليه السلام وحواء أمنا حواء تعارفا في جبل عرفة، صح، عشان كده لذلك سمي جبل عرفة. منهم من يقول هناك مثلا قبر في مدينة جدة لحواء، صح. طبعا كلها روايات، وبعض الكتب المحرفة المقدسة المحرفة تقول إن الحية جاءت إلى الجنة ودخلت في أمنا حواء ووسوست لها ثم حواء. كل هذه الروايات تريد أن تنتقص وتحط من شأن المرأة، مع العلم أن القرآن الكريم عظم المرأة وأعلى من قدرها. حلو. ولذلك يعني أمنا حواء يعني تستحق أن نسميها أم الحياة. هي. سبحان الله. هل في حياة في الفضاء الخارجي؟ سؤال يفكر فيه الكثير في مكتبة القاهرة مع الدكتور عبد الدائم كحيل، عشان أبحث في هذا الموضوع. الحقيقة هناك اكتشافات كونية كثيرة تطالعنا بها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فقد كشفوا مؤخرا أن في مجرتنا فقط هناك أكثر من 17 مليار كوكب شبيه بالأرض. هذه المجرة فيها أكثر من 200,000,000,000 نجم، تصور في هذه المجرة. ويوجد في الكون أكثر من 100,000,000,000 مجرة، يعني لدينا في مجرتنا درب التبانة 200 مليار شمس، تصور. وكل شمس هناك يعني يمكن أن يدور حولها كواكب. المهم النتيجة التي خرج بها العلماء أن هناك احتمال كبير جدا لوجود حياة في الفضاء الخارجي على مثل هذه الكواكب. الحقيقة إذا تأملنا هنا الصورة لنيزك، طبعا العلماء عندما رصدوا هذه النيازك وأخذوا بعض هذه النيازك التي سقطت على الأرض والتقطوا بعضها وأخضعوها للتحليل بواسطة المجهر الإلكتروني، تبين لهم أنها تحوي ما يسميه العلماء بالجزيئات العضوية. هذه الجزيئات كما تعلم هي أساس المادة الحية، يعني الإنسان مؤلف من خلايا، وأساس الخلايا هي البروتينات، وأساس بناء البروتين والمواد الحية في الإنسان هي ما يسميه العلماء الجزيئات العضوية. لذلك خرجوا بنتيجة أن هناك احتمال، يعني ليس 100%، أكثر من 100%، أن هناك حياة وهناك مخلوقات في الكواكب البعث. في شيء دليل في القرآن أنه وجود كائنات فضائية في الفضاء؟ إذن القرآن هو الميزان الذي نقيس به، يعني نتأكد أن هذه الحقيقة العلمية صحيحة أم غير صحيحة، نلجأ إلى القرآن الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى وهو كتاب الحقائق. الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذن هذه الآية التي وردت في سورة الشورى تؤكد أولا وجود حياة موزعة في الكون وما بث، انظر إلى كلمة بث. إذن القرآن الكريم هنا ليس فقط يخبرنا عن
وجود كائنات حية، بل هناك سبق علم للقرآن أيضاً أنه سبق العلماء إلى الإشارة إلى وجود هذه المخلوقات في الفضاء الخارجي. سفينة السلام الحقيقية هي سفينة نوح عليه السلام في مكتبة القاهرة العامة، حيفيدني الدكتور عبد الدائم كحيل عن هذا الموضوع. سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. مكث سيدنا نوح يناقش قومه، يقدم لهم البراهين، الحجج العلمية على وجود الخالق عز وجل، فناقشهم بكل الوسائل ولكنهم استكبروا واتهموه بالجنون. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم الطوفان، وأمر سيدنا نوح قبل ذلك أن يصنع الفلك وهي السفينة الكبيرة جدا، ونجا هو والمؤمنين معه. دحين القرآن إيش ذكر عن السفينة؟ هل ذكر يعني صح ما ذكر القرآن مكان السفينة؟ هل هي موجودة؟ الحين في إشاعات إنه قلنا في تركيا، بعضهم يقول إنها في اليمن. نعم، الحقيقة هناك روايات كثيرة. يقال أن هذه السفينة موجودة أو رست على جبل في إحدى مناطق تركيا، ويقال أنها موجودة في جبل الجودي في شمال العراق، وهناك روايات تقول هي في اليمن وغير ذلك. كل هذه الروايات قد تصيب وقد تخطئ، ولكن نحن ينبغي أن نأخذ العبرة، ومن روعة القرآن الكريم أنه يركز دائما ليس على القصة ذاتها، فالقصة ليست هدفا، إنما الهدف هو العبرة التي تأخذها من هذه القصة. استخدم الفحم عبر التاريخ كمصدر للطاقة الحرارية، وكمان يستخدموه لصناعة الحديد والفولاذ. بس إيش هو الفحم المشع؟ وإيش فائدته؟ في القاهرة مع الدكتور عبد الدائم كحيل عشان أكتشف معاه معلومات أكثر عن الفحم. قال عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فالعلماء اليوم يستخدمون ما يسمى الكربون المشع أو الفحم المشع، وهو عنصر له إشعاع ذري، كل 10,000 من السنوات ينخفض هذا الإشعاع إلى النصف. وبالتالي نحن إذا كان لدينا صخرة مثلا، نستطيع من خلال دراسة كمية الفحم المشع المتبقية أن نعلم كم عمر هذه الصخرة. مثلا عندما يعثر العلماء على جمجمة، حلو، يقولون هذه تعود لكائن حي عاش هنا قبل 100,000 سنة، أو هذا ديناصور عاش هنا قبل 80 مليون سنة مثلا. يعني كيف يتعرفون على ذلك؟ من خلال دراسة الفحم المشع. سبحان الله.